بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن شاء الله رب العالمين، ده الفيديو الأول الفعلي في المنهج اللي إحنا عملناه قبل كده. شرحنا أجزاء الكلام البورتس أوف سبيتش، وشرحنا الإيساي والإيميل، وشرحنا البانكيتويشن، وكل جزئية مش الجزئيات اللي شرحناها دي كان نزل عليها تمارين وملفات. النهارده هنبدأ بقى في الجزء الأولاني في المنهج، طبعًا الوحدة الأولى والوحدة الثانية، كل وحدة هنبدأها هيكون فيها فيديو مطول زي ده كده. تقريبا ده هيكون اطول فيديو في الوحده، طبعا يعني هنطلع كل الملاحظات، فصبرا كده وما تستعجلش واستهدى بالله، عايزك تسمع مني بس وتركز. الكلام اللي هكتبه قدامك على السبوره دي هينزل لك في ملف بي دي اف، ولكن اديني بس كده اذنك واسمع مني بقلبك، ما تعديش ولا كلمه غير لما تعرفها. اول كلمتين معانا يا شباب، اول واحده كده كلمه اناونس. اناونس دي فيرب بمعنى يعلن، حلو. طيب كلمه ادفيرتايز، ادفيرتايز دي برضو فيرب بمعنى يعلن، فعل بمعنى يعلن. المشكله في ان الفعلين معناهم واحد بالعربي، لكن احنا دايما متعودين نحفظ مدلول الكلمه مش معناها. هنيجي كده الاول على كلمه اناونس. عايزك تعرف ان اناونس دي معناها حاجه من اتنين تلاته اللي اقول لك عليهم دول. معناها يعلن اعلان رسمي، عموما اعلان ايه رسمي، عن نيه او عن خطه او عن قرار او عن مناسبه. بمعنى لما اقول لك الرئيس اعلن ان هو هيبني 5 مدارس في القاهره، يبقى دي نية او خطة او قرار، فناخد اناونس. فساعتها بقى هنقول ذا بريزيدنت اناونسد. طيب ان الرئيس اعلن ان الحرب على مش عارف ايه كده هيكون لها ايه كده، فدي اسمها كلها كده اسمها اناونس. طب تيجي عند ادفيرتايز. ادفيرتايز دي معناها يعلن عن سلعة، اعلان تجاري يعني يعلن عن سلعة او يعلن عن وظائف. فلما تيجي الشركة تقول لك ان يقول لك ان الشركة اعلنت عن 5 وظائف شاغرة، فهنا بقى نقول ادفيرتايز. طيب الشركة تعلن ان المنتج الجديد هينزل يوم الخميس الجاي، فده برضو اعلن عن سرعة، فنقول ادفيرتايز. يبقى انا عايزك تعرف بقى كده الفرق بين الاثنين. انت ممكن تقول لي ذا بريزيدنت ايه هنا، ذات ذا وور از كومينج، الرئيس اعلن ان الحرب مقبلة. طيب الحرب دي اعلان تجاري؟ لا، يبقى هنا هنقول ذا بريزيدنت اناونسد، يعني الرئيس اعلن. طيب حاجة تانية، اور كومباني يعني شركتنا، not to new mobiles. هنا كده بقى advertised ولا announced؟ لا، هنا advertised. advertised يعني اعلنت عن جهازين موبايل جداد، حلو. ده بالنسبه لانونس وادفيرتايز. ما تنساش ان في كلمه اسمها اد واد فيرت واد فيرتايزمنت. الثلاث كلمات دول كده، الثلاثه دول نون بمعنى اعلان تجاري. اي واحده من دول معناها اعلان تجاري. طب امال الاعلان الرسمي اللي من كلمه اناونس اسمه اناونسمنت. اناونسمنت يعني ده كده اعلان رسمي، فلما اقول لك الاعلان عن الحرب يبقى اسمه اناونسمنت. طيب دي بالنسبه للاناونس وادفيرتايز. الحاجه اللي بعد كده عندك كلمه التابلويد. عايزك تفهم الفرق بين التابلويد اللي هي الصحف الشعبيه، وعندك حاجه اسمها برود شيت. بس عايزك تركز عشان هو في الامتحان بيلعب على وتر السمع شويه، ممكن يشيل شيت دي ويحط لك مكانها تشيت اللي هي سي اتش اي اي تي، اللي هي غش، لا مالهاش علاقه بالموضوع خالص. طيب برود شيت دي اللي هي الصحف الرسميه. ايه الفرق بين الاثنين؟ ركز بقى معايا عشان لازم تعرف فرق بين الاثنين. الصحف البرود شيت دي بتركز على سيريس نيوز. يعني ايه سيريس نيوز؟ يعني الرئيس راح والرئيس رجع وبنينا وهدينا كده يعني. الحاجه الثانيه بيكون فيها فاكت اكتر من، يعني بيكون فيها مور فاكت ذان ايموشن، يعني ما بتركزش على المشاعر، هي بتركز على الحقائق اكتر من المشاعر. بيجي في الامتحان يقول لك وات كايند اوف نيوز بيبر ذات، وات كايند اوف نيوز بيبر فوكسز اون فاكتس راذر ذان او مور ذان ايموشنز، فتروح انت قايل له بروتشيت على طول. الحاجه الثانيه بتستخدم لونجر سنتنسز، يعني الجمل اللي فيها بتكون حجم الجمل اطول، طبعا لانه في البروتشيت دايما بنفعل المثقفه في المجتمع، اصل الصحف الرسميه دي زي الاخبار والاهرام والجمهوريه، فبيناقش فيها الناس المثقفين، فالجمل بتكون طويله لان هو جايب خبر وتفاصيله. طيب اللغه اللانجوج هنا بتتسم بحاجتين اثنين، ان هي كومبليكيتد يعني لغه معقده، تمام، او كومبلكس يعني غير كده، ان هي بتكون فورمال مكتوبه باللغه العربيه الفصحى الانجليزيه الفصحى، لان ده بيناقش ناس مثقفين، فطبيعه الحال هيكون الكلام باللغه الفصحى. هنا دايما بتكون اوبجكتيف. يعني ايه اوبجكتيف؟ يعني الكلام موضوعي، يعني الراجل جايب لك خبر وتفاصيل الخبر. طيب على عكس بقى الناحيه الثانيه عند التابلويد اللي بتبهدل الدنيا بقى. التابلويد دي بيقول لك بتركز على less serious المحتوى بتاعها، يعني less serious content المحتوى بتاعها اقل جديه، اصلا بيقول لك انها بتحكي عن السليبرتيز،
عن المشاهير، فبيقول لك معرفش مين الفنانه مين شتمت مين اللي ردت عليها بالبوكس، فكل التفاصيل اللي بيجيبها في الصحف الشعبيه بتكون اقل جديه. هنا بقى عندك هنا ميكسز بتخلط بين الفاكت بين الحقيقه والايموشن، ايموشن يعني بيجيب الحقيقه اللي حصلت بس بيعملها بقى بشكل شاعري لانه متعاطف مع حد من اتنين. يبقى انت تركز ان التابلويد بيخلط الحقيقه بالخيال بالعاطفه، لكن في البروتشيت بيركز على الحقائق اكتر من انه اصلا بيتعلق بالمشاعر. طيب البروتشيت بيستخدم لونجر سنتنسز، لكن ده بيستخدم شورتر سنتنسز، شورتر سنتنسز يعني الجمل هنا بتكون اقصر من هناك. طيب التابلويد برضو بتركز على الفيموس بيبل، زي ما قلنا فيموس بيبل زي ما قلنا اللي هم السليبرتيز، يعني بتستخدم من حيث اللانجوج بتستخدم لغه انفورمال يعني لغه غير رسميه، ولازم اللغه دي تكون سيمبل. طب ايه المؤدى اصلا؟ احنا ليه قلنا هنا ان في التابلويد بنستخدم لغه فورمال وكومبلكس او كومبليكيتد؟ لان اللي بيقرا التابلويد دول الناس المثقفين، لكن اللي بيقرا دي انت هي اسمها صحف شعبيه، يعني معنى كده اللي بيقراها الناس العاديين الاميين طبيعي يعني، او اللي واخد شهادات عاديه فما هوش اصلا عايز اخبار ثقافيه فعايز يقرا كده اي تسالي. طيب فالمهم في الموضوع ان عايزك تعرف الامتحان لما يجي يقول لك ايه من الصحف اللي بيكون فيها لونجر سنتنسز او لونجر باراجراف تقول بروت شيت. طيب لو انت بتحب الصور المفروض تشتري مين؟ تشتري التابلويد عشان التابلويد كلها صور. طب لو انت بتحب المشاهير يفضل انك تقرا التابلويد. طب لو انت حد مثقف وعايز يعرف معلومات واخبار والتاريخ راح فين وجه منين تقرا البروت شيت. دي مقارنه سريعه كده بين الاثنين عايزك تعرفها. بعد كده عندك كلمه تشيت، عايزك تعرف ان تشيت دي كده لوحدها فيرب بمعنى يغش. طيب لو احنا قلنا بقى تشيت اللي بتساوي تشيتر بقى تشيتر، الاثنين دول نون بمعنى غشاش. طب تشيتنج لوحدها كده تشيتنج، اوعى تقول قبلها ايه، دي نون بمعنى الغش ذات نفسه. طيب ركز بقى كده معايا، لما اقول لك not is not good don't follow such behavior such behavior، هو ايه اللي مش كويس وانت المفروض ما تتبعش ذلك السلوك؟ اكيد الغش، يبقى انت هنا هتقول له cheating. طيب لما يقول لك مثلا don't be not، لا تكن ايه يا ترى؟ لا تكن غشاشا، يبقى انا هنا اقول لك don't be a cheat او cheater يعني لا تكن غشاشا. طيب واحده ثانيه يقول لك don't not your brother، يعني ما تعملش ايه في يور براذر في اخوك براذر، فالطبيعي ان اقول لك لا تغش اخوك، وكلمه يغش يعني تشيت، فانا هنا اقول لك دونت تشيت. طيب مثال كمان على الحته دي، هي ووز نوت هي دازنت ديزيرف، يعني لا يستحق تو كم فيرست، ان هو ياتي تو كم فيرست، ما كانش يستحق ان يجي في المركز الاول. هحط لك اختيارات بقى، هي از تشيت ولا تشيت ولا تشيتنج. طيب هركز بالعربي، انت بتقول لي هو كان ايه، هو ما يستحقش يجي في المركز الاول، فانت عايز تقول لي هو كان غشاش. طب غشاش يعني ايه؟ يعني تشيت. حلو. طيب دي واحده. الكلمه اللي بعد كده بعد تشيت واتشيت، في مصطلح عايزك ما تنساهوش، مصطلح اسمه ذات از تشيتنج. ذات از تشيتنج يعني انه غش محض يعني، لكن لما اقول لك ذات از ا، ما دام في ا يبقى هتقول تشيت. ذات از ا تشيت يعني هذا غشاش، لكن ذات از تشيتنج يعني ذلك غش، ما فعلته كان غشا. بعد كده عندنا كلمه كومبنسيت، كومبنسيت دي يعني يعوض، ممكن نستخدم مكانها فعل تاني اسمه ميك اب فور، بس عايز تعرف يعني ايه يعوض. انت المفروض تذاكر 3 ساعات مثلا، حلو، ما ذاكرتش غير ساعتين اتنين، فتقول بكره ان شاء الله اي ويل كومبنسيت يعني ساعوض ذلك. طيب في مثال كان جه في الكتب قبل كده كان بيقول لك nothing يعني لا شيء can compensate يعني لا شيء يمكنه ان يعوض for his loss يعني لا شيء يمكن ان يعوضه خسارته. عايزك تركز ان compensate لما نجيب بعدها مفعول ناخد for. حلو. طيب ما ينفعش نقول nothing can compensate his loss. الحته الثانيه لما اقول لك مثلا you wasted، كمان مثال يعني you wasted much money، انت اهدرت فلوس كتير. you should ينبغي عليك compensate ينبغي عليك ان تعوض. يا ترى هنا هنقول compensate ونسكت ولا هنقول compensate for؟ اكيد انت عارف ان احنا بنستخدم compensate for او make up for لما يكون في بعدها مفعول. طب ما فيش مفعول فبنستخدم compensate لوحدها من غير اي كلام بعديها. طيب يبقى ركز كده تاني،
كومبنسيت لوحدها من غير مفعول، كومبنسيت فور وميك اب فور لو في مفعول. طيب الحته اللي بعد كده كلمه ديموند يا ولاد، ديموند دي فيرب بمعنى يطالب او يطلب. طيب ا دي موند دي كده ناون بمعنى مطلب او طلب، عشان كده اقول لك ات از ان ارجنت، ات از ان ارجنت دي موند لانه طلب عاجل. وانتبه ان حضرتك خدت لي هنا ا وان عشان في بعدها صفه وبعدين اسم. طب انت بتقول لي هنا مستر ا وقلت لي هنا ان، ايه اللخبطه دي؟ لا ما هو انت بتقول ا دي موند عشان الده ساوند، لكن هنا انت قلت لي ارجنت، فهنا حرف من الحروف المتحركه فبنستخدم قبله ان. طيب في مصطلح لازم تعرفه ولازم تبقى حافظه اسمه سبلاي اند ديموند. يعني ايه سبلاي اند ديموند؟ اللي هو العرض والطلب. everything in the market depends on supply and demand، يعني كل شيء في السوق بيعتمد على العرض والطلب. عندك كمان حاجه اسمها افورد. كلمه افورد دي في ملحوظتين عايزك تعرفهم، ان بعدها لازم تقول مصدر. حلو، ولو هنستخدم في النفي يعني فعل مساعد قبلها بنستخدم حاجه من الاثنين دول، يا اما كان يا اما كود. بمعنى انت بتقول مثلا انا مش قادر اشتري عربيه، فتقول I can't afford، يا ترى تو باي ولا باينج؟ لا تو باي، I can't afford to buy كده دي صح. طب لو انت قلت لي I don't afford to buy بدل can't يعني استخدمت don't afford to buy، لا كده دي غلط. يبقى عايزك تفهم ان afford لو استخدمنا قبلها فعل مساعد منفي يعني فيبقى can't و couldn't، لكن don't ما تنفعش. غير كده ان افورد لازم بعدها تقول فعل في المصدر. انا ماشي بسرعه شويه، انا عارف في رتم سريع، بس علشان حاجات كتير هنقولها فما تزهقش انت سيادتك. طيب عندك بقى كلمه ارتكل. في الكلمات اللي عندك ارتكل دي معناها مقال صحفي بتنشر في الجريده، ومعناها سلعه كمان، ومعناها اداه تعريف وتنكير اللي هم ا وان وزا بنقول عليهم ارتكلز. سلعه زي المنتجات بتاعت السوق يعني، مقال المقال اللي هو الصحفي. طيب عندك كلمه بلوك. بلوك دي معناها يعيق، تمام. ممكن نقول بقى فيها حاجة اسمها a block of flats. يعني a block of flats معناها عمارة سكنية. طب افرض الراجل في السؤال قال لك a block of flats، هنا هنقول له is ولا are بقى في الحوار ده؟ انت لو حكمتها بالمنطق واللوجيك يعني انت عندك flats فتقول are، بس الموضوع مش كده. انت لما تقول لي a block of flats معناها ان هي عمارة واحدة سكنية فيها شقق كتير، ففي الاول والاخر هي عمارة، فالطبيعي انك تقول لي is. طيب عندك بعد بلوك كلمه اكستريم. اكستريم الكلام ده كله انا هكتبه لك في ورقه وهتستلمه قبل الفيديو ما ينزل، هيكون الورقه ده موجود على الجروب. اكستريم واكس تريملي. اكستريم دي شديد بالعربي كده معناها شديد، لكن اكستريملي معناها بشده. الفرق بين الاثنين ان اكستريملي دي عباره عن ادفيرب، لكن دي عباره عن ادجكتيف. من الاخر يعني اكستريم بنجيب بعدها اسم، لكن اكستريملي بنجيب بعدها صفه. فاقول لك ان الدنيا هنا فيها اكستريم، اكستريم هيت يعني حراره بالغه او شديده. برضو نفس القصه اكستريم بافرتي يعني فقر شديد، فقر مدقع. الناحيه دي بقى هنقول اكس تريملي ونجيب بعدها صفه من كلمه هيت اللي هي هوت حار يعني. طب من بافرتي هنقول برضو اكس تريملي بور يعني فقير للغايه. طيب عارفين الكلمتين دول زي كلمه برضه زيهم بالظبط، هم مش في الوحده بس هنحتاجهم قدام يعني، كلمه ريل وكلمه ريلي. فعشان كده اقول لك مثلا ريل هابينس اجيب بعدها اسم اهو، ريل هابينس معناها السعاده الحقيقيه، لكن لما نيجي نقول ريلي فهنقول ريلي هابي يعني سعيد حقا. فعايزك تعرف كده ان ريل دي صفه زيها زي اكستريم، وان ريلي ظرف زيها زي اكستريملي، وان الظرف عايز بعده صفه لكن الصفة عايزة بعدها اسم. طيب عندك كلمة investigate. investigate يعني يتحرى، بتساوي كلمة look into دي معناها يتحرى او يتحقق من شيء. الهدف منها لمعرفة السبب والملابسات اللي حصلت في الموضوع. بمعنى لما اقول لك مثلا البوليس جاي بكرة عشان يتحرى في القضية، فنقول بقى the police از ولا ار يا فندم؟ لا لازم اركز على الكلام ده عشان الكلام ده مهم. ذا بوليس ار، عشان دايما بوليس اسم جمع. ذا بوليس ار كامينج، البوليس جاي. تو انفستيجيت عشان يتحرى ذا كيلينج او ذا ديث اوف
معرفش تو بيبل مثلا، يعني البوليس جاي بكره عشان يتحرى مقتل 2 من الشباب. انفستيجيت دي ممكن نحط مكانها لوك انتو في نفس الجمله دي ومفيش اي مشكله. طيب في كلمه اسمها تشيك بقى، تشيك دي معناها يفحص، يفحص، وممكن نستخدمها برضه بمعنى يتحرى، بس الفرق بين الاثنين في ان انفستيجيت او لوك انتو معناها يتحرى او يتحقق عشان يعرف السبب والملابسات، لكن تشيك معناها يفحص او يتحرى لمعرفه مدى صحه معلومه او سلامه شيء. سلامه شيء بمعنى لما اجي في الجمله مثلا اقول لك before leaving home، قبل ما تطلع من باب البيت يا فندم، you should not the oil of your car. تعمل ايه في الاويل بتاع عربيتك قبل ما تطلع من باب البيت؟ يا ترى هنا هتقول لي تشيك ولا هتقول investigate؟ المفروض تعمل ايه من الاثنين دول؟ والله يا فندم انا قبل ما اطلع من باب بيتنا المفروض ان انا بتحرى، يعني بص ركز، المفروض ان انا بتاكد من صحه ان العربيه فيها بترول بنزين او لا، يعني بشوف سلامه الموضوع ده، يعني فيه ولا مفيش، وبالتالي هنا حضرتك عايز تشيك. طيب حاجه تانية، some people have stolen a car، ناس سرقوا سياره. the police sent a group of soldiers، البوليس بعت مجموعة من الجنود، من الجنود، to not the theft، البوليس بعت مجموعة، بقول لك إن في بعض الناس سرقوا عربية والبوليس بعت الناس عشان يتحروا عن الأمر، يبقى هنا هتقول لمين؟ to look into أو to investigate، into أو to investigate، واحدة من الاثنين دول اتنين صح. طيب عندك بعد كده كلمة happen، happen يعني يحدث، زيها برضو اللي بنفس المعنى take place يعني يحدث، وعندك برضو كلمة occur اللي معناها يحدث. المشكلة هنا في الآتي، أول ملحوظة كده عايز تعرفها، إن في تيك بليس لوحدها كده وفي تيك بليس إن، دي معناها يحدث في، لكن دي معناها يحدث. طيب الفرق بين الاتنين إن أنت إن دي لو أنت هتجيب بعدها اسم أو ظرف أو تاريخ، المهم مثال الجملة دي بس بقول لك we don't No. احنا مش عارفين where the meeting will take place. ركز بقى كده، انت بتقول ان احنا لا نعرف اين الاجتماع سوف يحدث، فانت عايز هنا كلمة ايه؟ يحدث. يرد عليك بقى واحد تاني يقول لك the meeting، الاجتماع يعني takes place وفقا للجدول in Cairo. دي معناها ايه بقى؟ بالعربي كده معناها الاجتماع سوف يحدث في القاهرة. دي الفكرة بتاعت الموضوع وعايزك تركز كده. طيب في ملحوظة كمان عايزك تعرفها، هو ايه الفرق بين تيك بليس لوحدها وتيك بليس ان؟ طبعا مع ايهما يعني، سواء ان او من غير ان، يعني ممكن حرف جر غير تيك بليس ان برضو قبل ما اكمل كده. ممكن يقول لك مثلا ذا كونفرنس، ذا كونفيرنس تيكس بليس اتو، المؤتمر هيحصل الساعة 2، عادي جدا، فانت ممكن تغير حرف الجر وفقا للمعنى. عايزك تعرف بقى ان كلمة تيك بليس، تيك بليس حدث مخطط له مسبقا، حاجة انت خططت لها قبل كده عشان تحصل. طيب كلمة هابن، سواء هابن يعني هابن او اوكر، الاثنين دول حدث غير مخطط له. على سبيل المثال وي دونت No. احنا مش عارفين where the accident، احنا مش عارفين الحادثة حصلت فين، يبقى we don't know where the accident not. يا ترى هنا انت هتقولي happened ولا took place؟ هو في حد مخطط ان الحادثة تخلص تحصل؟ لا، انت عارف ان take place حدث مخطط له، لكن happened غير مخطط له، فبالتالي بما انها حادثة مش متخطط لها فناخد happen. ملحوظة كمان جامدة جدا عايزك تعرف ان كلمة occur to me يعني يخطر ببالي، انت عايز تقول عمره ما خطر على بالي ان انا اجيب معايا ميه مثلا، فتقول it never occurred to me. انت بدل ما تقول occurred to me دي ممكن تقول came to my mind، بعدين تجيب بقى to الفعل في المصدر to bring water مثلا، to
تو برينج ووتر، ما جاش على بالي ابدا ان اجيب معايا ميه وانا جاي. طيب ده بالنسبه للاوكر والحاجات دي. طيب انت عندك بعد كده كلمه اسمها بايرت. بايرت كده اهو يا شباب، بايرت. بايرت دي لوحدها كده فيرب بمعنى يقرصن. يعني ايه يقرصن؟ يعني يسرق. طيب لو احنا حطينا قبلها ا فهتبقى بايرت كده اصبحت ناون بمعنى القرصان اللي هو الراجل السارق نفسه يعني. طيب امال ايه بايراسي؟ بايراسي دي برضه ناون بمعنى القرصنة. طيب عندك مثال على ذلك مثلا، not is an illegal act. Avoid it. Avoid it. يا ترى هنا هتكون بايرت ولا بايراسي ولا بايرت؟ أنا كطالب حافظ المعاني هترجم. والله بايرت ده اللي من غير يبقى دي فيرب بمعنى القرصن. طب بايراسي دي ناون بمعنى القرصنة. طب بايرت دي ناون بمعنى القرصان. هو مين اللي الليجال اكت يعني فعل او تصرف غير قانوني؟ اكيد القرصنة، فتروح انت واخد له بايراسي. وانتبه ان بايراسي ما ينفعش نجيب قبلها حلو. طيب افهم كمان ان القرصنة دي مقصود بيها سرقة اي حاجة، سواء سرقة سفن، سرقة اغاني، سرقة كتب وهكذا. طيب واحد في فيلم هينزل الاسبوع الجاي، واحد سرق نسخة من الفيلم ونشرها على الانترنت، فنسمي الراجل ده كده نقول عليه ابايرت. هو ارتكب جريمة اسمها البايرسي، تمام؟ ولان هو بيقرصن بيعمل بايرت يعني، فهو هيعاقب. طيب اخر حاجة بقى في موضوع بايرت والحاجات دي، في كلمة اسمها بايرتد، بس احنا هنجيبها في صفحة جديدة. كلمة بايرتد دي ادجكتيف، يعني ايه بقى معناها؟ معناها بالعربي مسروق. فلما اقول لك this book، الكتاب ده is not genuine. genuine في اللي انت حافظها بمعنى اصلي. It is انه pirated، ان هو مسروق. ولما نيجي نقول pirated version معناها نسخة مسروقة. A pirated version of a book مثلا معناها نسخة مسروقة من الكتاب. يعني تعرف كده ان كلمة pirated معناها مسروق. وبالمناسبة السعيدة انت اكيد حافظ ان كلمة pirated لها عكس pirated ده، اللي هي مقرصن، اللي هي مسروق لها عكس. عكسها مثلا على سبيل المثال عايزك تضيف اول واحدة كده اوثنتيك. اوثنتيك دي معناها اصلي، ودي مش في المعاصر فاضيفها. وعندك برضو كلمة ليجل يعني قانوني او اصلي، او ريجينال. وعندك كمان كلمة جن وين. طيب يبقى انت عندك الاربع كلمات دول كلهم معناهم بالعربي كده اصلي. وعلى فكرة ما تنساش ان عندك نيتف برضو معناها اصلي، يعني دي كلها سينونيمز. عكسهم بقى بايرتد اللي هو المقرصن. عندي بعد كده كلمة روين. روين دي معناها يفسد او يتلف، بتساوي سبويل في نفس المعنى ده، بتساوي كمان كلمة ريك، ممكن كمان دامج. دامج يعني يتلف او يدمر، ممكن كمان ديستروي. عايزك تعرف ان الكلمات دي كلها كده سينونيمز لبعضها بمعنى يفسد او يدمر، تمام؟ فعشان كده بقول لك مثلا ذا ايرث كويك، ايرث كويك الزلزال، روينت ماي سيتي الزلزال دمر مدينتي. حط بدل روينت سبويلد وركت دامج ديسترويد كلهم ينفعوا. ولكن هنا بقى عايزك تركز في النود دي، كلمة سبويل لوحدها كده كفيرب بمعنى يدلل طفلا. بمعنى يدلل؟ خد بالك الأب لما يكون ابنه كل حاجة يطلبها يجيبها له، فهو كده بيدلله. فعشان كده أقول لك don't not your son giving him everything he needs. everything he needs. يا ترى انا هنا في النقط دي هستخدم روين ولا سبويل ولا انا هستخدم مين؟ هنا ما ينفعش غير سبويل فقط. طب سبويل هنا بمعنى ايه؟ بمعنى يدلل. طب ينفع نستخدم الكلمات دي كده بمعنى يدلل؟ كلمات عليها احمر دي لا، الكلمات دي معناها يدمر او يفسد. لو انت عايزها يدلل فتبقى سبويل بس. وبالاضافه كمان لذلك استخدم الكلمه ده، والكلمه دي للامانه كانت موجوده فقط في كتاب ماي فريند. سبويلز اللي هم الغنائم، الغنائم بتاعه الحرب، وهي دايما جمع كده. فعشان كده اقول لك after the war، after the war بعد الحرب، we got a lot of spoils. يعني بعد الحرب احنا حصلنا على الكثير من الغنائم. لازم تبقى جمع زي ما انت شايفها كده، اوعى تشيل الاس. عندك بعد كده كلمة شوك. شوك كده لوحدها دي فيرب، لكن لو انت قلت لي شوك كده دي ناون. شوك معناها يصدم، لكن شوك معناها صدمة. امال ايه شوكينج؟
شوكينج دي ان جي دي كده برضو نون بمعنى صادم. طب امال شوكينج لي؟ شوكينج لي دي اد فيرب بمعنى بشكل صادم، بشكل صادم. طب ما تديني مثال على ذلك. It was a not to hear that bad news. هنا يا ترى هنستخدم شوك لوحدها كده اهو، ولا شوكينج، ولا شوكينج لي؟ انت مادام لمحت عندك ا، اعمل حسابك ان انت ما ينفعش تستخدم، مادام في ا ما ينفعش تستخدم غير شوك. طب it was a shock، لقد كانت صدمة انني سمعت هذه الاخبار. على فكرة كان ممكن تقول it was shocking كده على طول وتبقى الجملة سليمة وزي الفل. طيب ركز، يبقى احنا كده قلنا لما يكون عندي اسم زي كلمة بايرسي، بايرسي ما ناخدش قبلها ا. طب كلمة بايرت الاسم، الاصدار الاسم منها، ناخد قبلها ا. الاثنين دول اسم. طيب عندك كمان شوك، لو عايز استخدمها كاسم اقول شوك. طب شوكينج اسم برضو، سوري شوكينج دي صفه، عذرا شوكينج دي صفه، صفه، والصفه ما ينفعش نستخدم قبلها انا كتبت عليها ايه، اسم ولا صفه؟ هنا بقى شوكينج لا، ناون ده، سوري انا بعتذر، دي ادجكتيف. طيب اديني مثال بقى عشان اللبس اللي حصل ده. ممكن اقول لك مثلا ايه، it was a shock مثلا to hear such news. حلو، انت قلت لي لقد كانت صدمة ان اسمع هذه الاخبار، لكن ممكن تقول بقى في الحتة دي shocking news، يعني ايه؟ اخبار صادمة. يبقى shocking دي معناها صادم، دي adjective. طيب the news برضو، the news you told me. قبل ما اكمل كده هنقول was ولا where؟ لا هنقول was. ليه يا مستر؟ عشان النيوز اسم مفرد لا يعد، فكده كده هنقول عليها was. The news you told me was not. شوك لوحدها كده، ولا شوكد كده اهو، ولا شوكينج؟ بالعربي انت بتقول الاخبار اللي انت قلت لي عليها كانت صادمه، يبقى was shocking. طب انا ممكن اقول لك كانت صدمه، خلاص هتاخد شوك بس حط قبلها ا. طيب اخر حته بقى، اخر مثال، كلمه شوكد اللي اخرها اي دي ودي ادجكتيف ومعناها مصدوم. I was shocked، انا كنت مصدوما by the news. يبقى I was shocked يعني انا صدمت، انا كنت مصدوما. تمام، his father was shocked، ابوه كان مصدوما. طيب دي بالنسبه لموضوع شوك. عندك كلمه spin لوحدها كده، دي معناها ليها اكتر من معنى، معناها يدور حول نفسه، ده اول معنى. المعنى الثاني معناها يحور في الكلام، يحور في الكلام. المعنى الثالث معناها يغزل. طيب وعلى كل واحدة من دول مثال صغير كده، لما اقول لك don't spin facts، ما تحورش في الحقائق، تلزا تروس على طول. الحاجة التانية لو انا عايز استخدمها بمعنى لا دي كده بمعنى يدور في، يحاور في الكلام. طب عايز استخدمها بمعنى يدور حول نفسه، لما اقول لك مثلا my head يعني رأسي began to spin، بدأت دماغي تلف من الخبطة في الحيطة مثلا. طب كلمة يغزل انت ممكن تقول مثلا to spin wool، يعني ايه to spin wool؟ يعني يغزل الصوف. او ممكن تقول مثلا spiders spin a web، العناكب بتغزل، بتنسج شبكة. وفي هنا ملحوظة مهمة برضه، عايزك تعرف الفرق بين spin وبين كلمة orbit. الفرق بينهم في الآتي، ان spin معناها يدور حول نفسه، لكن orbit يدور حول شيء. على سبيل المثال لو انت عايز تقول الارض تدور حول الشمس، مش عارف دي حقيقة علمية ولا العكس يعني، بس المهم مادام الارض والشمس دول كام طرف؟ دول طرفين. لما يديك طرف واحد خد سبين، طب لما يديني طرفين خد اوربت. انت عندك الارض والشمس كام طرف؟ دول اتنين. فانت بقى هتروح قايل ذا ايرث، ولازم تاخد ذا مع الارض ومع الشمس مع الاسماء الفريدة، ذا ايرث اوربتس ذا sun. تمام. طيب مثال تاني، the wheel spokes، اسلاك العجلة began to not fast، اسلاك العجلة بدأت تعمل ايه بسرعة؟ يا ترى اوربت ولا spin؟ هو السلك اللي في العجلة، الدراجة بتاعتك فيها سلك اسلاك كده، الاسلاك دي بتلف حوالين حاجة؟ لا بتلف حوالين نفسها، خلاص يبقى دي spin. يبقى spin حول نفسه طرف واحد، لكن اوربت لازم يكون معاها طرفين دايما. عندك بعد كده كلمة incident،
incident دي في تعريفها اصلا قال لك ان هي بمعنى event. غير كده كمان incident معناها accident, accident حادثه, و incident معناها disagreement, disagreement يعني صراع او نزاع او عدم اتفاق. accident يعني حادثه, و event يعني حدث. طيب بيقول لك امبارح كان في great incident في الشارع بتاعنا. great يعني عظيم. we all laughed, كلنا كنا بنضحك, يبقى اكيد مقصود بيها هنا event. طيب the incident we saw yesterday made us cry, الانسيدنت اللي شفناه امبارح خلتنا كلنا عيطنا, يبقى اكيد مقصود بيها accident. طب لما اقول لك there is an incident between Egypt and Israel, يعني معنى كده ان في نزاع بين مصر واسرائيل, فكلمه incident هنا معناها disagreement. الترجمه العربي هي الحل انك تعرف الفرق بين الكلمات. هيقابلك برضو كلمه ميديا عشان هي بتعمل لخبطه كده وانت بتترجم احيانا. ميديا دي ممكن نقول بعدها از وممكن نقول بعدها ار, مش لازم از وار, يعني اقصد ان هي بتكون اسم مفرد وبتكون اسم جمع. طيب مثال على ذلك, ممكن مثلا ذا ميديا از كنترولد, الميديا بيتم التحكم فيها باي ذا جوفرمنت. وبما انك انت قلت لي از هنا صح, فممكن برضو نقول بعدها ار صح, يعني كده معناها ان هي كولكتيف ناون. نيجي بعد كده على الحظة الأهم من ده كله, كلمة rescue. أنا عارف أنا ماشي بسرعة يا جماعة, بس يعني عشان الكمية كبيرة ووقتك يعني. وكلمة save, كلمة rescue دي بتيجي كverb بمعنى ينقذ, وكلمة وبتيجي كنون بمعنى إنقاذ. طب كلمة save دي بتيجي كفعل بمعنى ينقذ بس, وطبعا معناها يوفر ومعناها يحفظ كده يعني. بس ده مش قضيتنا, قضيتنا في إن الراجل بيقول لك مثلا A group of soldiers, مجموعة من الجنود, came to not me. يا ترى هنا هنقول save ولا risk you ولا both, كلاهما يعني. والله يا مستر انا ترجمت قال لي مجموعة من الجنود جاءوا to لكي ينقذونني, فانا عايز هنا verb. ما هو كلمة rescue بتيجي verb وnoun, وكلمة save بتيجي verb. انت عايز verb يعني save ورescue صح, فالاتنين صح. دي مثال. طب افرض الراجل بيقول لك بقى A group of soldiers, مجموعة من الجنود, came to my not. يا ترى هنا هتقول save ولا هتقول rescue ولا هتقول both, كلاهما صحيح. الطالب اللي فاهم انجليزي عارف ان my دي صفة ملكية, وصفة الملكية بيجي بعدها اسم. حلو, وحضرتك شايف قدامك my, فانت عايز بعدها اسم, والاسم الوحيد هو كلمة ريسكيو. اذا ما ينفعش ناخد سيف, لان سيف بتيجي فيرب بس. الانجليزي بتفهم بلطافة, بيمشي معاك اخر حلاوة. الحاجة اللي بعد كده معانا قصة لكلمة اسمها ريزلت. ريزلت دي لها معنى كتير. اولا كلمة ريزلت فروم, دي فروم ده فيرب بمعنى ينتج عن, ينتج عن. طيب مثال على ذلك, طيب there are يعني هناك many problems, الكثير من المشكلات, that may, التي ربما, result from war, التي ربما تنتج عن الحرب. فانا عايز تعرف ان كلمة result from هنا بمعنى ينتج عن, ده رقم واحد. رقم اتنين, عايز تعرف ان في مصطلح اسمه as a result of, وده معناه بالعربي كده كنتيجة لي. على سبيل المثال he lost his life, مات, ضيع حياته, as a result of smoking, يعني هو ضيع حياته كنتيجة للتدخين. يبقى انت عندك result from يعني ينتج عن with a verb, طب as a result of معناها كنتيجة لي, والمثال تحتها. طيب عندك كمان في كلمة اسمها result in, دي فعل برضو بمعنى يؤدي إلى, بتساوي أو بتدي نفس معنى lead to, بتساوي كمان في المعنى كلمة cause. على سبيل المثال smoking leads to death, يعني التدخين يؤدي إلى الموت. شيل leads to, حط مكانها results in, وحط مكانها lead to, وحط مكانها cause. ده معناها بالمناسبة إن death الموت, death results from smoking. وانا بقى محتاج امسك لون تاني من القلم عشان اقول لك ان result in ده بيؤدي الى, لكن result from معناها ينتج عن. ركز, لو انت قلت لي smoking
results in يعني التدخين يؤدي إلى الموت، لكن الموت ينتج عنه أو ينتج عن التدخين. طيب يبقى تاني كده تاني lead to result in cause الناس دي معناها يؤدي إلى. طيب لكن result from مش in معناها ينتج عن. ده بالنسبة لموضوع result. في آخر حاجة خالص آخر إيديا معانا اسمه with the result that، ده ممكن نستخدم بدل منه so. خد بالك من الجملة دي مثلا سلوى didn't attend the lesson، سلوى ما حضرتش الحصة. with the result that، with the result that اللي معناها يعني so she was punished، لذلك هي عوقبت. يبقى تاني كده انت بتقولي سلوى لم تحضر الحصة لذلك هي عوقبت، يبقى with the result that دي بتساوي so. اللي بعد كده عندك كلمة apply. apply دي كفيرب، apply كفيرب بتساوي كلمة use بمعنى يطبق، يطبق او يستخدم. زي ما نيجي مثلا نقول apply technology معناها يستخدم التكنولوجيا، ده اول استخدام. الاستخدام التاني لكلمة apply انك تيجي تقول لي apply to، وapply to دي معناها بيجيب بعدها جهة التوظيف، الجهة اللي انت هتشتغل فيها دي معناها يتقدم الى، بمعنى I have applied يعني انا قدمت to 3 universities يعني انا قدمت لثلاث جامعات. فانا عايزك تفهم كده ان apply to يتقدم الى الجهة اللي انت قدمت لها عشان تشتغل فيها، 3 companies 3 universities وهكذا. الثالثة اللي هي apply for، ودي بنجيب بعدها job، دي معناها بالعربي يتقدم لوظيفة. تمام يا مستر، ما هو apply to هيقدم لجهة يعني معنى كده الوظيفة؟ لا بص، apply to بنجيب بعدها اللي انت قدمت له، الشركة او الشخص، لكن apply for بنجيب بعدها الوظيفة. عشان كده بقول لك apply for a job او apply for a manager's job. عندك برضو انا بحاول اجيب كل حاجة لها علاقة بالفعل عشان ما تبقاش تتوه في الاخر بعد كده. كلمة apply to دي معناها يسري على او ينطوي على. الام بتقول مثلا no one please don't allow anyone to use the phone، لو سمحت ما تخليش حد يستخدم التليفون. فتروح انت قايل does that apply to me، هو الكلام ده بينطبق عليا، بينطبي عليا وهكذا. او ممكن اقول لك مثلا على سبيل المثال the offer العرض applies to بينطوي على، بيسير على all our products، العرض بينطوي على، بيسير على، بينطبق، بيطبق على كل منتجاتنا. طيب ده بالنسبة للأبلاي. الكلمة اللي بعد كده كلمة سيليبريتي. سيليبريتي دي يا شباب بتيجي اسم، بتيجي اسم برضو. أول حاجة كده بتيجي اسم بمعنى شخص مشهور، وهي في الحالة دي كده اسم يعد. طيب يعني ايه اسم يعد؟ معنى كده ان جمعها سيليبريتيز ده لو جمع، و celebrity لو هي كانت اسم مفرد. طيب بتيجي كمان اسم بس هنا بقى غير معدود بمعنى الشهرة، يعني هي هنا بتساوي كلمة fame معناها الشهرة، وفي الحالة دي هي اسم لا يعد. بتيجي نشوف امثلة. مو صلاح، محمد صلاح could achieve استطاع ان يحقق، طبعا achieve دي كلمة واحدة. not celebrity ولا celebrity ريتي. قبل ما حل انا عايز اترجم سيليبريتي لوحدها معناها الشهره، طب سيليبريتي معناها شخص مشهور. انت بتقول محمد صلاح استطاع ان يحقق الشهره، يبقى ناخد سيليبريتي. وبدل ما تقول في سيليبريتي كان ممكن تستخدم فيم، دي واحده. طب افرض نفس الجمله الراجل بيقول لك مو صلاح، مو صلاح از ا سيليبريتي، ده معناه محمد صلاح يكون a celebrity يبقى شخص مشهور. فانا عايزك تركز معايا كده ان عندك اول واحده لو انت قلت لي كلمه celebrity، لو انت قلت لي a celebrity sorry a celebrity او celebrities يبقى دي مقصود بها شخص مشهور وهي اسم هنا يعد. طب لو قلناها celebrity من غير الا يبقى معناها fame وهي اسم لا يعد. عندك بقى كمان كلمه اسمها celebrated، وعندك كمان famous، وعندك well known.
الثلاث كلمات دول كده دول صفات معناهم مشهور. طب ايه الفرق بينهم؟ يعني المثال الامثله هتوضح لك. رقم واحد، احنا قلنا لو انت فاكر مو صلاح از ا، محمد صلاح بيكون از ا سيليبريتي، محمد صلاح بيكون سيليبريتي يعني شخص مشهور. حلو، دي مثال. ممكن نقول مو صلاح از سيليبريتد، سيليبريتد هنا معناها مشهور صفة. ممكن نقول مو صلاح از ا سيليبريتد بلاير، معناها لاعب مشهور. طب ما تيجي نفصص كده اللي احنا عملناه. انت عارف ان لما يكون معاك صفة زائد اسم بنستخدم قبلها ا والكلام ده صح. طب لو انت عندك اسم بس نستخدم قبله ا والكلام ده صح. طب افرض ان سيادتك عندك صفة بس وانت استخدمتها ا قبلها، يبقى انت بتهبد. ما ينفعش نقول اتول واسكت، لكن اتول بوي ماشي. تعال نطبق الكلام ده على النص، الكلام اللي احنا قلناه. انت قلت لنا مو صلاح از سيليبرتي يعني اسم، فخدنا قبلها ايه، يبقى الكلام ده حلو. طيب مو صلاح از سيليبريتد دي صفه، عشان كده احنا خدنا الصفه، ولو جبنا قبلها ايه يبقى غلط، عشان كده ما جبتلكش ايه. لكن انا قلت لك ايه صفه اسم، يبقى مو صلاح از سيليبريتد بيرسون، سيليبريتد بلاير، فيموس بلاير، او ويل نون بلاير، وهكذا. طيب هو ايه الفرق بين سيلبريتد ويل نون والحاجات دي؟ برضو من باب الاضافه ليك طبعا، كان ده مش هيفيدك في امتحان، بس علشان ساعات في جروبات على التليجرام بتسالك في الحاجات دي. سيلبريتد وفيمس ويل نون، ويل نون الفرق بينهم ده ليك انت، لاضافتك انت لمعلوماتك. يعني كلمه سيلبريتد معناها مشهور ومحبوب كمان في نفس الوقت. طب كلمه فيمس دي مشهور عالميا في مكان واسع، في مكان كبير. طب ويل نون دي معناها مشهور في مكان محدد. على سبيل المثال السمك ده حاجه معروفه فين؟ في بورسعيد مثلا، فاقول لك ان هو ويل نون. ليه؟ لان انا خيالاتي كلها ان هو معروف في بورسعيد بس. طب على سبيل المثال السيجرتس، السجاير مشهوره عالميا فنقول عليها فيمس. طيب دكتور زويل ده مشهور ومحبوب فنقول عليه سيلبريتد. حلو، فانا عايز تفهم ان سيلبريتد معناها مشهور ومحبوب، فيمس عالميا، لكن ويل نون معروف مشهور محليا. طيب عندك بعد كده كلمة convict، ده فيرب بمعنى يدين. طب لو انا قلت convict دي نون كده بمعنى الشخص المدان. طب على سبيل المثال they found that he is not convict ولا convict؟ الترجمة العربية بتقول لك هم اكتشفوا ان هو مدان. مدان يبقى انت عايز الاسم، فتاخد convict. بالمناسبة ممكن تاخد a convict وممكن تقول convicted بدلا منها. طيب مثال كمان بقول لك I saw not escaped كده اهو convict ولا an escaped convict. استنى يا مستر، العربي يقول لي انا قابلت سجين او مدان يعني هارب، فدي صفة وموصوف، وانا عارف ان انا بيكون عندي او ان وبعدين صفة وبعدين اسم، يبقى دي اللي صح ودي غلط. عارف انت لو خدتها كونفكت من غير او ان يبقى انت كده قصدك عليها يدين او يتهم، وده فعل. طيب عندك بعد كده برضو من الحاجات المهمة ميك مفعول حاجة من التلاتة دول، سواء فيل او هاف او جيت وبعدين اهدك، ومش لازم اهدك ممكن افيفر يعني. طب دي معناها ايه؟ معناها يجعل الشخص يصاب بصداع، بحمى، ايا كان. طيب على سبيل المثال walking in this street، المشي في الشارع ده makes me بيجعلني، هتقول اي واحدة بقى feel او have او get a headache، يعني المشي في الشارع ده بيجعلني اصاب بالصداع. ده رقم واحد. يبقى اول مصطلح كده، اول تركيبه معانا عايزك تحفظها، اللي هي ميك المفعول، ميك مي، ميك احمد، ميك علي، فيل وهاف وجيت، ايهما يعني a headache. التركيبه الثانيه بنفس المعنى. حلو، بنفس المعنى، ان الشيء ده gives me a headache، يعني كانك بتقولي بيسبب لي صداع برضه بس بيديني صداع، يعني بمعنى نفس المعنى اللي احنا قلناه فوق. انت قلت لي ووكينج ان ذا ستريت ميكس، يبقى هتقول فيل وهاف وجيت. طيب ممكن اقول لك بقى ووكينج ان ذا ستريت جيفز مي ا
هيدك، يعني المشي في الشارع يعطيني صداعا، يسبب لي صداعا. يبقى انت عايز تقول يعبر، تعبر عن فكره ان في حاجه بتسبب لك صداع، فانت ممكن تقول ميك مفعول وحد من دول، وممكن تستخدم الطريقه الثانيه انك تقول جيف مي ا هيدك. طيب عندك في مصطلح كان جه في كتاب العمالقه، كان بيقول لك تو يور بيست، وكان المصطلح الثاني ميك ذا بيست. الخلاف او الفكره فين هنا اللي عايز تركز عليها، يعني انك الطبيعي ان ذا بيست او بيست دي بناخد معاها دو، حافظين المصطلح ده من زمان، اللي بقول لك دو يور بيست يعني ابذل قصارى جهدك، صح؟ طب امال احنا لو قلنا ميك ذا بيست دي معناها يحسن استغلال الشيء، استغلال الشيء. عشان كده اقول لك تو جيت ماتش ماني، عشان تاخد فلوس كتير، يو شود دو يور بيست، يجب عليك ان تبذل قصارى جهدك. او يو شود ميك ذا بيست اوف يور تايم، يعني تحسن استغلال وقتك. فيه هنا اوف كمان، وده حرف جر ثابت معاها. طيب جمله، خد جمله اهي وان، وانت بقى هتحاول تساعدني. وان شود نوت ذا بيست ذا بيست يوز اوف ا سيتويشن. يا ترى هنا هنقول دو ولا هنقول ميك؟ الترجمه العربيه لقيتها بتقول لك ان الشخص، وان يعني الشخص، يعني يجب عليه انه ايه افضل استغلال للمواقف، ان يحسن استغلال المواقف. يبقى انت هنا هتستخدم في الجمله دي ميك مش دو. امال امتى هستخدم دو؟ لو انت عايز تقول يبذل قصارى جهده، يبقى انا هنا هستخدم له ميك. طيب بعد كده صفحه كمان عندك وي شود او وي ديد اور ورك، احنا قمنا بعملنا. بص انت بتقول قمنا بعملنا سهلا وبسهوله، لا بسهوله، يبقى ايزيلي، خد بالك من دي كويس. طب لما اقول لك بقى تكنولوجي، تكنولوجي اللي هي التكنولوجيا، يعني تكنولوجي نوت اور ورك ايزي، انا بحاول اجمع لك الافكار اللي جت في كل الكتب يعني، فعايزك تركز معايا في الكلام كتير. يعني يا ترى هنا هنقول ديد ولا هنقول ميد؟ الترجمه العربيه يا عم، في الجمله الاولانيه انت بتقول لي نحن ادينا العمل بسهوله، يعني قمنا بالعمل بسهوله، حلو. طب التكنولوجيا ايه عملنا سهلا؟ اكيد جعلت، وانت عارف جعلت يعني ميد. يعني باختصار كده ميك ورك، من غير بقى مش هكتب اي محددات، انت بحط انت ميك مايور ايا كان، ميك ورك ايزي يعني يجعل العمل سهل. ومش لازم ورك على فكره، لو اقول لك مثلا ميد ذا تاسك ايزي، طيب لو انا استخدمت الفيرب تو دو يبقى نقول ديد ذا تاسك ايزيلي، يعني قام بالمهمه بسهوله. طيب عندك اللي بعد كده، يا ريت انت بتسمع الفيديو كده لو في جزئيه مش فاهمها سكرين شوتك الجميل وابعت لي. هيقابلك برضو كلمه اماونت، اماونت دي معناها كميه. طب ما انا برضو في كلمه تانية اسمها كوانتيتي، دي برضو معناها كميه. طيب الكلام ده هيقابلك كتير قوي في الفاينل ريفيجن بقى، في كتب الفاينل ريفيجن. كلمه اماونت يعني كميه، بيجي بعدها اسم لا يعد. طب كلمه كوانتيتي بيجي بعدها اسم لا يعد، وممكن يكون اسم يعد برضو. عشان كده ممكن اقول لك ان اماونت اوف شوجر، هو السكر ده اسم ايه؟ لا يعد. فانت خدت لي اماونت، وما ينفعش غير مع اماونت، ما ينفعش غير اسم لا يعد. طب لو انا قلت لك كوانتيتي، ممكن نجيب بعدها اسم لا يعد زي كلمه شوجر، وممكن نجيب بعدها اسم يعد زي كلمه بوكس وبيبل وهكذا. ولو انت قلت لي كوانتيتي اوف شوجر، كميه من السكر، كوانتيتي اوف بوكس يعني كميه كبيره من الكتب، يعني عدد من الكتب. عندك كلمه افريد، والحته دي كانت موجوده في كتاب اي 1، ركز عليها. افريد اوف وبعدها الفعل مضاف له اي ان جي او الاسم، ودي خائف، خائف من. عشان كده ممكن اقول لك مثلا في مثال اي ام افريد اوف، مثلا انا خائف من ديث، انا خائف من الموت. ام افريد اوف لوزينج ماي بن، انا خائف من فقدان قلمي، يعني خايف افقد قلمي. بن، طيب دي رقم واحد افريد اوف. الثانيه بقى عندك يا ريس افريد تو، والفعل في المصدر، دي اللي معناها بالعربي كده خائف، خائف ان. ام افريد تو لوز ماي بن، انا خائف ان افقد قلمي. الثالثه ودي المهمه ودي الغريبه افريد فور، يعني خائف على. امال ايه الفرق بينها وبين الاولى والثانيه؟ دي خائف من ودي خائف من ان، لكن دي خائف على. الام
My mom يعني أمي is afraid for يعني أمي خائفة for على my sister. أمي خائفة على my أختي يبقى afraid for my sister. طيب عندك كمان afraid ممكن نستخدم بعدها that، وانت عارف ان انت لو استخدمت that في اي حاجة عايز بعدها جملة تمام كاملة. فقول لك مثلا I am afraid، انا خائف that من ان يعني that علي dies، انا خايف ان علي يموت. يبقى انت عندك afraid of خائف من، afraid to خائف من ان، و afraid for خايف على، ودي المهمة اللي فيهم اللي انا اصلا كتبت عشان خاطرها، و afraid that بعدها جملة. طب consent ريت يعني يركز، لو جبنا بعدها تو والمصدر ده صح، ممكن نقول اون والاسم او الفعل مضاف اي ان جي، وده صح، بس الفرق بينهم كونسنتريت تو معناها يركزوا لكي، لكن دي معناها يركزوا على. طيب اضرب مثال ونشوف انت تختار مين. as a student، as a student كطالب، you should consent rate not finish your task أو your homework مثلا your task on time، إنك تخلص مهمتك في الوقت المحدد. يا ترى هنا نقول on ولا to؟ بص يا مستر، on عايزة بعدها اسم لكن to عايزة بعدها مصدر، وأنا قدامي finish فعلي في المصدر فناخد to. والجملة بيقول لك أنت كطالب ينبغي أن تركز لكي تنهي مهمتك في الوقت المحدد. طيب عندك بعد concentrate اللي معناه يركز، عندك كلمة angry. angry دي لها معلومتين اتنين، ممكن نجيب بعدها at أو with، ممكن نجيب بعدها at و about. كلام سهل ولطيف كده عايز تحفظه بس مش أكتر يعني. at و with دول لو أنت غاضب من شخص، طب ديت غاضب بخصوص شيء. طيب I am angry not wasting، أنا زعلان غاضب بشأن wasting my time. هو wasting my time ده شخص ولا شيء؟ لا ده شيء، بما إن هو شيء فحضرتك هتختار وتفكر فقط في مين. wasting my time ده شيء صح، غاضب بخصوص شيء، يبقى أنت هتقول at و about. يعني هنا هتحط لي at وتحط لي about والاتنين زي الفل. طيب my mom يعني أمي is angry angry not me not me. يا ترى هنا نحط له ات ولا اباوت ولا ويز ولا هنحط مين في ده كله كده؟ انت عارف المفروض ومقتنع وحافظ ان غاضب من شخص يبقى angry at ويز. طب غاضب من شيء او بخصوص شيء فات واباوت. وانت عندك امك غاضبه منك انت يعني من شخص يعني، فحضرتك هتختار هنا زي الشاطر كده angry at و angry with. يعني عايز تفهم ان at مشتركه مع الاثنين عشان انت ما تفهمش انك كاتبها مش مقصوده يعني خطا. لا angry at دي معناها شخص وشيء، طب angry with شخص بس و about شيء بس. ده بالنسبه لموضوع angry وقصه angry وكل ما له علاقه بالangry كله. طيب عندك كلمه problem دي ليه طلعنا ليها كذا ملحوظه من النص؟ اول حاجه كده في مصطلح اسمه have a problem with. have problem with يعني لديه مشكلة في، مشكلة في يعني عنده مشكلة في حاجة معينة في. على سبيل المثال I have a problem، I have a problem أنا عندي مشكلة with English، عندي مشكلة في الإنجليزي مثلا، أو with my car عندي مشكلة في عربيتي. دي أول واحدة. المصطلح الثاني problems، problems of of دي معناها المشاكل بالعربي كده، معناها المشاكل الخاصة بي، او المشاكل او مشاكل كذا، او المشاكل بالمصري كده بتاعت كذا. طب مثال على كده، خد لي مثال. لما تقول مثلا the problems of students، المشاكل بتاعت الطلاب، the problems of pollution، المشاكل بتاعت التلوث. فعايز تعرف problems of معناها المشاكل الخاصة بي، يعني المشاكل الخاصة بالطلاب، المشاكل الخاصة بالتلوث وهكذا. يبقى أنا أول واحدة have problem with عنده مشكلة فيه،
تانية problems of المشاكل الخاصة بيه، التالتة بقى اللي هي cause a problem، وهنا حرف جر مختلف وجديد for، معناها يسبب مشكلة لي. على سبيل المثال smoking التدخين caused a problem for me، التدخين سبب مشكلة لي. ده بالنسبة لموضوع كوز. عندك start اللي معناها يبدأ، يا سلام تذاكر الكلام ده تخلص منه، لأن الكلام ده هتكرر في الوحدات. أول حاجة كده أنا عايزك تعرف إن start ممكن نجيب بعدها to والمصدر، ونجيب بعدها الفعل المضاف له ing، والاتنين بنفس المعنى ونفس الاستخدام ونفس كل شيء. تمام؟ مثلا علي started to talk أو علي started talking، ده رقم واحد. طب لو أنت جبتها لي be starting، الطبيعي والمنطق وحتى لإنك تستصيغها كده، ما ينفعش تجيب ing زائد ing، فهنا ما ينفعش غير to والمصدر. بص، علي started to speak أو علي started speaking. طب علي is starting، ما ينفعش غير to والمصدر. حلو. كمان ملحوظة بقى كده أهم من ده كله كله كله، عندك كلمة start ممكن نجيب بعدها حرف الجر باي، وممكن نستخدم برضو بعدها start with. لو أنت هتستخدم باي يبقى ing، طب لو with يبقى اسم. طب عايز أقول لك، ما تيجي نبدأ بمثلا قراءة القصة، يبقى start by reading the story، أو ممكن أقول لك start with the story على طول. يبقى أنت تفهم كده إن start by ing أو start with الاسم. بعد كده عندك in order to و in order of. in order to دي واحدة، in order of. in order to دي معناها لكي، بتساوي كلمة to، عادي مفيش مشكلة عندي هنا في فرق بينهم في النفي، بس هقوله بعدين. in order of دي اللي معناها وفقا لي، بناء لي، على حسب، وهكذا. يعني معناها خدها بمعنى على حسب، على حسب. على سبيل المثال هقول لك مثلا مثلا ايه، arrange your goals، رتب اهدافك في الحياه. in order of يعني وفقا لي، او على حسب value، على حسب القيمه. مثلا قدامك الوان، فاقول لك بوت زيز بنس، حط الاقلام دي in order of price، حط الاقلام دي وفقا لاسعارها. طيب الحاجة اللي بعد كده يا جدعان كلمة speak يتحدث. لو جبنا speak to يتحدث الى، طب speak for يتحدث نيابة عن او دفاعا عن. على سبيل المثال the lawyer speaks not convicts. يا ترى هنا بقى هنقول ايه، speak to ولا for؟ هنقول speak for، معناها ان المحامي بيدافع عن، بيتحدث نيابة عن المتهمين. عندي كلمة blame دي كفعل بتيجي كده، blame الأول كده معلش ما نلخبطش، blame verb بمعنى يلوم. طيب blame كاسم بمعنى لوم أو مسؤولية. اضربني مثال. على سبيل المثال لما أقول لك مثلا do you accept يعني هل أنت you accept any blame for the accident، دي معناها ايه؟ هل انت تتحمل اي مسؤولية او اي لوم على الحادثة؟ دي واحدة، يبقى الاسم يعني معناها لوم. طيب blame كفعل معناها يلوم. طيب اقول لك مثلا don't blame him، لا تلومه، ما تلوموش، يعني ده فعل. الملحوظة التانية على موضوع blame برضو، ممكن نقول blame شخص فور شيء، وممكن برضو نقول بليم شيء اون شخص. الفرق هنا بين الاثنين دول مش هيوضح غير بالمعنى. اول واحد بليم شخص فور شيء، دي معناها يلوم شخص على شيء، حلو، لكن دي معناها يرجع السبب في شيء الى شخص، السبب في شيء ما الى شخص، حصل الحادثة وانت بتتهم بها علي، يبقى انت كده بليم، انت بتتهم علي فور ذا اكسيدنت، بتتهم علي بالحادثه. حلو.
طب انك التانية بقى انك تقول لي اي بليم، انا بارجع سبب في ذا اكسيدنت، الحادثة، الى علي، اون علي. ركز لي في دي كده عشان حاسس انها هتلخبط منك. بليم شخص فور شيء، يعني الوم شخص على شيء، او بليم شيء اون شخص، معناها يرجع السبب في شيء الى شخص. كان في حريق واحنا بنقول اللي عمل الحريق ده احمد، فهنا بقى هنقولها بطريقتين اتنين، ممكن نقول بليم احمد فور ذا فاير، او بليم ذا فاير اون احمد، والاثنين بنفس المعنى والاثنين نفس المؤدى. بعد كده مصطلح اسمه بي، والمصطلح ده من قلب النص، اسمه بي لايكلي تو، دي معناها احتمال او من المحتمل. على سبيل المثال تيكتس اللي هي التذاكر ار لايكلي تو بي اكسبنسيف، التذاكر من المحتمل ان تكون غاليه. نلاحظ انك انت بتجيب فيرب تو بي وبعدين لايكلي وبعدين تو، معناها من المحتمل ان. طيب جمله برضو قابلتني كده وفكرت فيها مع الطلبه، علي از ا نوت، علي بيكون ايه يا ترى من دول، اتشيت ولا dishonest؟ لو ترجمنا بالعربي بس يا جماعه، دايما في انفصال، ما ينفعش يكون في انفصال بين الترجمه بالعربي وبين القاعده، لازم اترجم واعتمد على القاعده برضو. تشيت كده اتشيت يبقى كده غشاش، طب dishonest معناها غير امين، وفقا للعربي علي يكون غشاش وعلي يكون غير امين، الاثنين من حيث العربي زي الفل وسكره، بس احنا ما ينفعش نستخدم dishonest، هنستخدم تشيت بس. ليه؟ عشان قلت لك قبل كده ان الا بيجي بعدها اسم، يبقى ده كلام جميل. طب لو جبنا الآ وبعدها الصفة بس لوحدها كده، ده كلام مش جميل خالص. لكن أنت ممكن تقول آ وبعدين صفة وبعدين اسم، فلو أنت قلت لي آ ديس أونست يبقى أنت جبت الآ وصفة، ويبقى أنت كده بتهبد وده غلط. طيب عندك كلمة ريزن، ريزن برضو ليها شوية ملحوظات سريعة كده، ريزن دي اللي معناها سبب. أول حاجة أول حاجة كده عندك ريزن فور أو بيهايند، ريزن فور وبيهايند بعدهم الفعل المضاف الأي إن جي أو الاسم. خد مثال كده على الجملة دي، what is the reason for، what is the reason for أو behind، الاثنين صح وزي الفل، doing that، ما المبرر وراء فعل ذلك. تمام، دي جملة، يبقى دي رقم واحد. الحتة التانية برضو مع reason، ممكن نستخدم reason why reason، ركز that وريزن جمله على طول، يعني ايه برضو هكتبهم بشكل مفصل احسن عشان حاسس ان هم يلخبطوا منك كده. ممكن اقول لك ريزن واي وجمله بعدها ريزن ذات، عشان يبقى الكلام بعيد عن بعضه، وانت بتذاكر ذاكر بذكاء، جمله بعد على بعضها برضو. ممكن نستخدم بعد ريزن جمله على بعضها من غير اي حاجه تانية. طب مثال على كده، وات از ذا ريزن، وات از ذا ريزن واي يو مثلا lost your car، أو that you lost your car، أو what was the reason you lost your car. في التلاتة تاني كده، what's يعني what was the reason why you lost، what was the reason that you lost، what was the reason you lost. التلاتة نفس المعنى والتلاتة صح. يبقى reason for behind ing أو اسم، why و that بعدهم جملة، وممكن نشيلهم هما الاتنين ونجيب الجملة مباشرة. طيب الحته اللي بعد كده، ايه الفرق بين كلمه بيرميت يا مستر وبين بيرميشن، عشان هتقابلنا في الاسئله. بص يا برنس، كلمه بيرميشن دي حاجه كده زي بعد اذنك، اللي هو الاذن الشفهي. الاذن الشفهي يعني ايه؟ واحد يقول لك اذن شفهي، بمعنى واحد يقول لك بعد اذنك استخدم الموبايل فناخد بيرميشن. طب بيرميت دي معناها اذن رسمي كتابي، يعني من الاخر تصريح حكومي كده. بمعنى اقول لك يو نيد، انت محتاج You need a permit، انت محتاج تصريح رسمي to leave your country، انك تغادر بلدكو. ينفع تروح عند المطار وتقول لهم انا مستأذن، انا قلت لهم بعد اذنك فقالوا ماشي لا. طيب زي واحد عايز يستخدم الجن البندقية محتاج permit، واحد ما محتاج ان هو مثلا يعمل حفلة في الشارع ويقفل الشارع فمحتاج permit. لكن permission دي بعد اذنك، يعني حاجة زي بعد اذنك كده. فاقول لك you need permission to use my father's car، انت عايز تستأذن من بابايا عشان تستخدم العربية بتاعته. فبرميشن اذن غير رسمي، لكن permit اذن رسمي تصريح كتابي حكومي كده. عندنا بعد كده كلمة emotional، emotional دي معناها وجداني او عاطفي، بيعتمد على العاطفة يعني.
بتساوي كلمة تاتشنج، ممكن نستخدم مكانها تاتشنج يعني. ممكن كمان نستخدم مكانها موفينج لمحرك المشاعر، ممكن نستخدم كمانها افكتنج، بس خد بالك بالايه، الناس دول كلهم بنفس المعنى، معناهم محرك للمشاعر، نفس المعنى محرك للمشاعر. ده رقم واحد. The president's speech كلام الرئيس was emotional was touching was moving was affecting. الفيلم اللي احنا سمعناه امبارح وكلنا عيطنا كان الاربع حاجات دول برضه نفس الكلام، ينفع نستخدمه في الجملتين الاثنين. طيب عندي بقى experience، experience لوحدها كده، وعندي an experience. الفرق بينهم فين؟ الفرق بينهم ان كلمه experience ديت اسم لا يعد، ايوه، عشان كده ما خدناش قبلها لكن ده اسم يعد فخدنا قبله او ان. حلو. طب الفرق في المعنى، experience دي لوحدها كده معناها خبره، لكن دي اللي هي ان experience معناها تجربه حياتيه. يعني ايه تجربه حياتيه؟ خد المثال ده بس وانت بتحفظ، زي ما قلت لك حاول تحفظ الكلمه بكود بينك وبين نفسك كده ما يتنسيش بيه. احفظها ازاي بقى؟ طيب كلمه تجربه حياتيه دي، احفظ الكلمه دي بمعنى تجربه حياتيه، بمعنى احفظها بمعنى موقف. على سبيل المثال I had a bad experience، يعني حصل لي experience يعني موقف سيء. ايه اللي خلاك تقول عليه موقف؟ ما اصل ايه مع experience. طب انت كاتب لي ان، ايوه، ما انا قلت a bad experience، لكن لو هتشيل bad هتقول an experience عادي. I had a bad experience here in Cairo، يعني حصل لي تجربه حياتيه وحشه في القاهره، او موقف سيء في القاهره. طيب حاجه تانية، مثال تاني، اقول لك travel abroad، travel abroad to gain، عشان تكسب experience ولا an experience؟ لا، تكسب experience بس كده، سافر بره عشان تكسب خبره. عندك طبعا كلمه experiment ديت كفيرب بمعنى يجرب على، على سبيل المثال scientists، scientists experiment وبعدها حرف الجر اون دايما rats، يعني العلماء يجربون على، يعني من الاخر يجري تجربه على. طب امال كلمه experiment اللي هي اسم معدود يعني اصلا كده كده بمعنى تجربه علميه، ممكن نقول scientists do an experiment، العلماء بيجروا تجربه علميه on rats على الفئران. في experiment كفعل بعدها حرف الجر on معناها يجرب على او يجري تجربه على، an experiment معناها تجربه علميه وموضوعها ما فيهوش اي افتكاسات ولا اي علوم جديده يعني. عندك كلمه نوك، اعرف بس انها بتيجي بحرف الجر at، ونوك برضو بحرف الجر on، الاثنين دول معناها يطرقوا على، لكن لما اقول لك نوك اوفر معناها يصدم او يوقع، اقول لك a car knocked me over، عربيه وقعتني على الارض. كلمه سيكريت يا مستر في الكتاب مكتوبه بمعنى سر، وبرضو كلمه سيكريت مكتوبه بمعنى سري، بس انت اكيد خدت السنس، سري دي صفه فما ينفعش نجيب قبلها ايه. طب سر اسم فلازم نقول قبلها ايه، فاقول لك it is a secret كده اسم، it is secret كده صفه. عندك برضو كلمة ويت وآ ويت، الفرق اللي انت لازم تعرفه ان كلمة ويت معناها ينتظر، وهو لا يعرف هل سيحدث الشيء ام لا. طب اويت معناها ينتظر وهو يعرف ان الشيء سوف يحدث. على سبيل المثال لما اقولك مثلا ان انت، هنتخيل موقف دلوقتي، يعني انت في الصحراء والعربيه بتاعتك تعطلت وخلاص كده انت ايقنت انك هتموت، هتقول هقعد بقى يمكن حد يعدي، يمكن حد يعدي بقى، هنا بقى ويت. طب لو انت رنيت على حد وهو جاي لك في الطريق يبقى انت كده مستني وعارف ان هو جاي لك، فدي اويت. عشان كده المصطلح اللي في الكتاب بيقول لك along awaited wedding، يعني ايه بقى along awaited wedding؟ الزواج الذي طال انتظاره، اصلهم مخطوبين فطبيعي كده كده هيتجوزوا في يوم من الايام يعني، ولا انت مش ناوي؟ طيب الحته كمان المهمه بقى كطالب تعرفها، ان كلمه a wait ده بتساوي wait for، ما ينفعش نقول await for. لما اقول لك I am waiting for you دي بتساوي I'm awaiting، نفس المعنى. عندي بعد كده في ملحوظه تانية كلمه around، around في الكتاب مكتوبه بمعنى حول وبمعنى حوالي، ضيف عندك كمان معناها كمان موجود. على سبيل المثال لما اقول لك مثلا cars العربيات weren't around in 1737، العربيات ما كانتش موجوده في 1937، weren't around، around هنا بمعنى موجود، لكن حول لما تقول مثلا around my room مثلا، حوالين غرفتي، او اقول لك around 100 مثلا students، يعني حوالي 100 طالب،
دي ما فيهاش صعوبة، بس عايزك تضيف عندك ان كلمة around يعني موجود. كلمة content، content لها معنيين، معناها محتوى وده اللي في الكتاب، ومعناها قنوع. لما تيجي تقول لي one should be content، content الشخص لابد ان يكون قنوعا، دي كده عبارة عن adjective يعني قنوع، عكس content يا ولاد. content القنوع عكسه الطماع اللي هو greedy، الطماع او الجشع. عندك كلمة prove يعني يثبت او يبرهن، ده verb. طب كلمة proof ده noun بمعنى دليل. طب ما هو كلمة evidence برضو ده noun بمعنى دليل، امال الفرق فين؟ الفرق ان عندك كلمة evidence دي اسم لا يعد، لكن proof اسم يعد، فنقول اه. طيب they couldn't reach evidence او they couldn't reach a proof، يعني لم يتمكنوا من الوصول الى دليل. طيب كلمة casualty، الكلمة دي ليها 3 معاني هقول لك عليهم سريعا كده. أولا معناها خسارة، رقم 2 معناها حالة وفاة، حالة وفاة، أو معناها إصابة لسه عايش يعني. حالة تالتة معناها الطوارئ. أماني died in the casualty department، أماني ماتت في قسم الطوارئ. طب إحنا بنعمل الطرق to reduce casualties عشان نقلل حالات الوفاة أو الإصابات بتاعة الحوادث. طب حاجة تانية، جملة كده وأنا جايبها لك من مصدر محترم، يعني بيقول لك the rebels، rebels اللي هم المعتصمين المحتجين يعني، have أو المتمردين have caused اللي هم سببوا يعني heavy casualties، معناها إيه؟ إن المحتجين دول سببوا خسائر فادحة. يبقى كلمة casualties دي معناها losses، خسائر. عندك كلمة room كده أهو لوحدها، وعندك a room، روم دي معناها غرفة ودي اسم يعد. طب روم لوحدها كده من غير ايه معناها مساحة او مجال، اعمل يا عم مساحة او مجال، او معناها فرصة، او معناها متسع. على سبيل المثال I have no room، انا ما عنديش متسع او مجال، no room to play، ما عنديش يا عم متسع العب، ما عنديش مساحة العب. في مصطلح خدته قبل كده في سنة تانية ثانوي كان بيقول لك there is no room، no room for mistake، no room for mistake يعني ليس هناك مجال للخطأ. يبقى كلمة room اللي هي اسم لا يعد بنستخدمها بمعنى مساحة ومجال وفرصة ومتسع. ممكن كمان ممكن اقول لك احنا ما عندناش مساحة نحط فيها كرسي واحد، هنا اسمها room. طيب امال ايه room؟ لما اقول لك مثلا room دي معناها غرفة، لما اقول لك مثلا I have a small room، انا عندي غرفة صغيرة. طب I booked، I booked، يا ترى انت هتقول لي سنجل، سنجل روم ولا ايه سنجل روم؟ والله انا حجزت غرفة، يبقى دي ما دامها غرفة اسم بمعنى غرفة يبقى هي معدود. من الاخر كلمة روم بمعنى اسم لا يعد الناس دي. طب كلمة روم اللي هي الغرفة دي كده اسم يعد، اللي على نفسها بنفس الشكل بيزنس، بيزنس دي ممكن نقول بيزنس وممكن نقول ايه بيزنس، بس الفرق الشاسع بينهم في الاستخدام والمعنى. عندك اول حاجه كده كلمه بيزنس لوحدها من غير او ان كده، دي معناها عمل تجاري او نشاط تجاري، عمل تجاري او نشاط تجاري. هانت يا شباب ما عادش حاجات كتير يعني، ملحوظتين بس. طيب امال ايه بيزنس؟ دي معناها شركه. عشان كده ممكن اقول لك وي ست او ماي داد ست، ماي داد ست نقط. يا ترى هنا هنقول بيزنس ولا ايه بيزنس؟ انا عايز اقول لك ابويا اسس شركه، يبقى ايه بيزنس. طيب الناحيه الثانيه بقى ممكن اقول لك وي دو بيزنس، يعني احنا بنعمل نشاط تجاري ويز كومبانيز، كومبانيز مع الشركات اول اوفر ذا وورلد. من الاخر يا مستر كده بالراحه قول لي بيزنس اسم لا يعد بمعنى عمل تجاري او نشاط تجاري. طب بيزنس اللي هي اسم يعد اللي قبلها ايه كده اسم يعد بمعنى شركه، تمام. طيب I have not in Cairo، لو انت قلت لي I have business يبقى انا عندي نشاط تجاري بتاجر، I have a business عندي شركة تعالى اوريها لك. عندك كلمة inquire برضو من الحاجات اللي كل شوية تسأل عليها، inquire inquire و inquire نفس الكلمة بس بالاي وال اي، الاثنين معناهم يتساءل، ما فهمش قضية يتساءل. على سبيل المثال he inquired او he inquired about my salary، يعني هو تساءل عن راتبي، الاثنين من نفس المعنى. طيب امال ايه اكواير؟ اكواير دي معناها يكتسب. لما اقول لك مثلا يو كان اكواير ريبيوتيشن، ريبيوتيشن يعني يكتسب
سمعه، وخد بالك ريبيتيشن اسم لا يعاد، مش هينفع نحط قبلها اد. وكلمه اكواير دي معناها يحصل على، يعني هنا في الحته دي هتساوي كلمه اوبتين اوبتين، وممكن نستخدم كلمه جيت عادي. طيب امال ايه ريكواير؟ ريكواير دي معناها يتطلب او يستدعي. يبقى عندك انكواير بالاي والاي معناها متساءل، عندك اكواير معناها يكتسب او يحصل على، عندك ريكواير معناها يتطلب. عندي باقي حاجة واحدة اللي هي كلمة كوز وقصتها. يبقى احنا كده خلصنا الفيديو طويل وان شاء الله ارجوه مفيد. عندك كلمة كوز، كوز كده لوحدها كفيرب بمعنى يسبب، يسبب على سبيل المثال سموكينج التدخين causes بيسبب death، دي اللي كانت بتساوي lead to أو results in. lead to، lead to أكتبهم، results in. طب ماستر أنا عايز أستخدم بدل result in result from، خلاص أنت هتروح قايل death اللي هو الموت، results قلنا دي مرة أنا عارف، results from يعني ينتج عن smoking اللي هو التدخين. دي مش موضوع إن أنا بس أنا بعيدها تاني. المهم cause ده verb بمعنى يسبب. الحتة التانية بقى عندك cause of، دي معناها سبب من أسباب. على سبيل المثال مثلا death برضو، death الموت is a cause of sadness، الموت هو سبب من أسباب الحزن. أو على سبيل المثال برضو we don't know، we don't know احنا مش عارفين the cause of يعني السبب of the accident، احنا مش عارفين سبب الحادثة. فكلمة cause of كده معناها سبب. يبقى تاني كده كلمة cause لوحدها يسبب، cause of معناها سبب. الكلمة التالتة بقى او المصطلح التالت والاخير، عايزك تعرف ان في تركيبة كده هتقرفك، كل وحدة تبدأها هتلاقي الكلمة دي فيها cause مفعول to والمصدر. على فكرة دي اخت بالظبط make مفعول مصدر، دي معناها يجعل بمعنى. ويمكن اقول لك مثلا اسالك what caused you to cry، ما الذي جعلك تبكي؟ خد بالك ان كوز تو دي ممكن نشيلها، هم نشيل كوز وتو واقول لك what made you cry، ما الذي جعلك تبكي، والاثنين بنفس المعنى. انا كده عندي ليك مفاجاه، غمض عينيك، خلصت، خلصنا الحمد لله الفيديو بسلام الله. انا عايزك يكون عندك كشكول، وانس مع نصيحتي من اول السنه كده، هات لك كشكول كبير ومحترم. اوعى اوعى تعمل الغلطه دي انك تسمع الفيديو وتقول انا خلاص فهمت الكلمات وتعدي، اسبوع يا برنس وهتنسى. كشكول كبير ومحترم وسجل ورايا واكتب عليه كده يونت 1، ملاحظات كلمات يونت 1، واكتب عليها الجزء الاولاني، لان احنا واحنا بنحل الاسئله هيطلع ملاحظات وهنطلعها اكيد، مش هنعدي حاجه غير لما نقولها. طب ده رقم واحد. يبقى انا كده خلصت الفيديو الاولاني ده. ان شاء الله رب العالمين وفقا للجدول اللي نزل هنبدا نحل. الفيديو المقبل ان شاء الله هيكون حل تمارين الكلمات. حلو، الفيديو بينزل الساعه 11 ليلا، يعني ما تفضلش رابط نفسك في الجروب عشان تشوف الفيديو، الفيديو بينزل 11 بالليل. انت وكده خلص مذاكرتك وبعدين تعالى لي، انا هكون قاعد معايا كاني بذاكر لك، انا بتكلم كاني بذاكر لك، بحاول ادي امثله على قد ما اقدر عشان كده الفيديو بيطول، فما تزهقش وما تملش. افرض في حاجه في اللي انا قلتها دي انت مش فاهمها، مش مقتنع بيها، حاسس ان فيها ربخه، لب الدنيا باظت منك، سكرين شوت ونزلها على الجروب يا شباب. توجذر توجذر وي كان. الفيديوهات دي مش مفروض يعني مش منشوره على اليوتيوب، بس برضه عشان ما تخضش انا ممكن انشر الفيديو الاولاني ده، ممكن يعني الفيديو تلاقيه اتنشر على اليوتيوب فما تخضش. وهنشر كمان اول فيديو في حل تمارين معاصر، اتنين فيديو على سبيل الاعلان والدعايه كده، عشان في ناس اصلا ما تعرفش ان احنا شغالين اونلاين محتوى خاص. ولو الفيديو منشور على اليوتيوب وانت تسمع على اليوتيوب وعايز تدخل معانا في المحتوى الخاص، فسيادتك ممكن تتصل معايا على رقم 010-20-78-7839. مستر هيثم كمال، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنساش بكرة في امتحان 20 نقطة اللي هو كل جمعة.